نعود إلى الأوضاع في قطاع غزة، حيث أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد الإصابات جراء قمع قوات الاحتلال مسيرات فلسطينية خرجت في الجمعة 42 لمسيرات العودة، ارتفعت إلى 7 إصابات. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا مراسلة الغد نيفين سليم من غزة. نيفين، ما الصورة لديك؟ نعم، يعني هنا حالة قمع عنيفة جدا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لآلاف المتظاهرين هنا على كافة الحدود الشرقية لقطاع غزة. نحن نتواجد هنا شرق مدينة غزة وتحديدا في موقع ملكة. إطلاق الغاز المسيل للدموع لم يتوقف من قبل الجبهات الإسرائيلية منذ ساعتين من الآن، وحتى اللحظة إطلاق نار كثيف تجاه المتظاهرين هنا على الحدود الشرقية. في هذه اللحظات هناك استشهاد امرأة فلسطينية قبل قليل، أصيبت هنا إصابة خطرة في الأجزاء العلوية من الجسد ونقلت إلى أحد مستشفيات غزة، وفي هذه اللحظات أعلن عن استشهادها، إضافة أيضا إلى إصابة أخرى لشاب فلسطيني أصيب بشكل مباشر برصاصة في الرأس، إصابته أيضا خطيرة جدا. عدد الإصابات التي أعلنت عنها وزارة الصحة الفلسطينية 7 إصابات، لكن هنا عدد أكبر من ذلك خرج من الإصابات تحديدا في هذه المنطقة، في منطقة ملكة، وهناك عدد آخر من الإصابات في المواقع الأخرى أيضا على الحدود الشرقية لمدينة غزة. يمكننا أن نرى هنا عبر الكاميرا أن الغاز المسيل للدموع ما زال فوق أو يتساقط فوق رؤوس الآلاف من المتظاهرين هنا الذين يقتربون من السياج الأمني. هذه الجمعة هي مختلفة تماما عن الجمعات السابقة، رغم تعهدات من قبل الوفد الأمني المصري الذي غادر قطاع غزة قبل ساعتين من الآن بأن الجيش لن يقمع هذه المسيرات وستكون جمعة هادئة، لكن ما يحدث هنا في الميدان مختلف تماما. الآن مرة أخرى الجبهات العسكرية تطلق قنابل الغاز فوق رؤوس هؤلاء المتظاهرين، ويمكننا أن نسمع إطلاق النيران بشكل مباشر تجاه أجساد هؤلاء المتظاهرين. هناك تقدم كبير أيضا من قبل المتظاهرين تجاه السياج الأمني. قبل قليل كان هناك محاولة من الشبان لاقتحام بوابة هنا شرق ملكة، وكان هناك أيضا محاولة لقص أو السياج الأمني من قبل هؤلاء الشبان، وبادر الجيش بإطلاق الرصاص عليهم بشكل مباشر. ورغم حالة القمع الشديدة لم يتراجع المتظاهرون إلى الخلف عكس الجمعة الماضية. ما نشهده الآن هو جمعة مختلفة تماما، يعني هذه الجمعة عن باقي الجمعات الماضية تم إطلاق أيضا قنابل الغاز بشكل المباشر على سيارات الإسعاف التي تتواجد هنا لإسعاف المصابين. قبل قليل عقدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة مؤتمر هنا في الحدود الشرقية لمدينة غزة، وتحدثت عدد من الفصائل أن مصر توعدت لهم بحالة من نيفين. سوف نتابع معك كل المستجدات فيما يخص هذه الجمعة، الجمعة 42 من مسيرات العودة. شكرا جزيلا لك نيفين، كنت معي من غزة.